بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم لطفي من الجزائر. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة خبراء الويب الربح من الإنترنت. إذا في درس اليوم إن شاء الله سنتعرف على أحدث الصور التي تستعرض تصميم هاتف هواوي المرتقب بيكارونت برو، حيث أن المزيد من الصور ثلاثية الأبعاد التي تضع تصور للتصميم المتوقع لهاتف هواوي القادم بيكارونت برو، حيث تكشف الصور الجديدة عن تفاصيل أكثر في تصميم الهاتف من أكثر من زاوية، حيث شغلت سلسلة هواتف بيكارونت العديد من التسريبات خلال الفترة الأخيرة. وفي أحدث التسريبات التي جاءت اليوم عبر تارجت يوتيوب، كشف عن تصميم هاتف بيكارونت برو الذي يحاكي جالاكسي نوت 10 في الجهة الأمامية. تؤكد الصور الجديدة على تصميم ثقب الشاشة في الكاميرا الأمامية لهاتف بيكارونت برو الذي يتوسط الشاشة بثقب صغير الحجم، وهي واحدة من اللمحات التي بدأت في الانتشار في الهواتف الذكية خلال 2019 وتستمر في 2020. لذا ستقدم هواوي هذا التصميم في هاتف بيكارونت برو. كما يظهر بيكارونت برو بشاشة منحنية لدعم الهاتف بتصميم الشاشة الكاملة وبدون إطارات جانبية، بينما تأتي الجهة الخلفية للهاتف بتصميم مستطيل الشكل للكاميرا الخلفية مع إعدادات خماسية، وهو التصميم ذاته الذي ظهر في تسريبات مصورة سابقة، كما تضم الإعدادات فلاش لاد مزدوج. يذكر أن التسريبات السابقة قد كشفت عن بعض مواصفات بيكارونت برو، حيث يضم الهاتف معالج كيرين 990 5G الذي يتميز بدقة تصنيع 7 نانومتر ومعمارية EUV، كما تتميز الرقاقة بنظام مودام 5G مدمج للمرة الأولى، كما تعد أول رقاقة تضم 10.3 مليار ترانزستور. ومن المتوقع أن تنطلق سلسلة هواتف بيكارونت في شهر مارس من العام المقبل، كما يدعم هاتف بيكارونت برو الأنماط الثنائية SA وNSA لشبكات الجيل الخامس. كما كشفت أحدث كما تستعد شركة في الحقيقة كما وتؤكد الصور الجديدة، تتولى الصور أيضا ثلاثية الأبعاد لهاتف بيكارونت برو في الانتشار على شبكة الإنترنت، حيث تقدم الصور الجديدة مزيد من التفاصيل حول تصميم الإصدار المرتقب من هذا العملاق الصيني هواوي. حيث نشر رودانت 950 على تويتر اليوم صور ثلاثية أبعاد جديدة لهاتف بيكارونت برو، والتي تركز على التسريبات التي نشرت حتى الآن حول التصميم ومواصفات هذا الإصدار. وتؤكد صور جديدة على أن بيكارونت برو يضم كاميرا أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، والتي تأتي في الجزء العلوي إلى يسار الشاشة، كما يتميز الهاتف بشاشة منحنية في كافة الاتجاهات، وهو تصميم يقدم لأول مرة في الهواتف الذكية. كما تظهر وحدة الكاميرا الخلفية بتصميمها المستطيل البارز نوعا ما، والتي تضم عدد 5 مستشعرات مع فلاش ليد إلى اليمين. أيضا تشير التسريبات إلى أن المستشعر الرئيسي يتميز بدقة 48 أو 64 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الثاني بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بعدسات تليفوتو لدعم صور بورتري، وأخر سوبر تليفوتو لتكبير بصري من 5 إلى 10 مرات، بينما يأتي المستشعر الأخير بعدسات ماكرو أو لعمق التصوير. يذكر أن الكثير من تفاصيل هاتف بيكارونت برو غير واضحة حتى الآن بشكل خاص في إعدادات الكاميرا، لكن من المتوقع أن تقدم تسريبات جديدة لاحقا تفاصيل أكثر دقة حول إصدارات هواوي القادمة من سلسلة بيكارونت. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.